استشرت خبراء ماليين، راجعت الموازنة العامة، راجعت ديوان المحاسبة، الكل أكد بأن الفروقات غير طبيعية، إنها كارثة مالية وهذا فساد مالي. طبعاً للعلم يعني في مثل هذا السؤال وجهته للمدعي العام، وصدر القرار من المدعي العام كما يلي: فيما يتعلق بالوقائع موضوع الإجابات الواردة على الأسئلة ذوات الأرقام المقدمة من محمد علي حسن الرياضي مشتكياً وشاهداً للحق العام. 2. كامل عبد الله فالح المحادين مشتكى عليه بجرم اصطناع المصدقة الكاذبة واستعمال وخلاف الأحكام المادة 266 من قانون العقوبات. الجميع كان يستغرب ليش أنا بقدم أسئلة كثيرة 400-500 سؤال، ما يقارب 300 سؤال وجدتهم بهذه الطريقة بهذه الكارثة المالية. فأنا يا سعادة الرئيس من هذا المكان، أنا محاول الاستجواب محاوله بإذن الله، بس برجو من زملائي النواب بما أنه الدعم يجي من الكل، من القضاء والمحاسبة الموازنة، أن أجد الدعم من مجلس النواب في هذا الموضوع، لأنه هذا حوالي فرق بتحكي أنت في كل سنة 6 مليون 7 مليون بالوثائق الرسمية. مازال الموضوع منظور أمام القضاء. لا يا سيدي، هذا أنا أعطيتك مثال لأحد الأسئلة. إذا ما تفضلت أنت منظور أمام القضاء سيد الرئيس، والقضاء هو الذي يحكم فيه، فكيف لي أن أتحدث؟ بعدين إحنا أخذنا في العقبة بعض القرارات وبعض الإجراءات وبعض التنقلات وبعض التغييرات، ففي ناس قام بانتحالها لنفسه، انتحلها لنفسه، يعني ذهب إلى أهالي العقبة وقال شوف شو اللي عم بعمل فيه أنا بالمسؤولية. هذا الحكي بيخلي متخذ القرار يتردد أحياناً في الاستجابة حتى للنقد الصحيح. ما كان يجب أن يحصل الذي حصل في العقبة بعد التغييرات التي حصلت أخيراً. قطعت حدا، أنا ما قطعت حدا. بعد سنتين بتيجي الإجابة بأنه نعم في تجاوزات وفي تغيير بالعقبة. طب اسألوا نفسكم، كنا احنا موجودين في القبة، الكل يشهد جيدا اني قعدت سنتين تحت القبة وانا بناشد على التجاوزات. الان بعد سنتين عدد مبالغ التجاوزات في العقبة وانا مسؤول عنها تتجاوز 50 مليون دينار. هذه امور هامة، واحد مجلس النواب دور الرقابة على الحكومة ما نغفله. طيب هذا دور دورك سعادة الرئيس. سؤالك يا محمد. انا قاعد بحكي بسؤالي، انا لما بضيع 50 مليون دينار قاعد مش لي انا بضيعه ولا باخذهم جاب ابوي، انا بحكي بمال عام. أنا مستعد، قلت لكم يا تحت القبر المرة تحت القبة، أنا مستعد الآن أقعد مع دولة الرئيس وسلموا المئات الملايين الموجودة، بس آخذ نتيجة. قعدت 10 مرات حوالي بدون نتيجة. الآن بعد سنتين تم التغيير، أنا بقول لك بكل أمانة أن الرئيس الموجود الحالي في العقبة أشيد له بأنه بده يشتغل على القانون، بس يا عمي والمبالغ اللي ضاعت مين مسؤول عنها؟ تكتفي بسؤالك بجواب الاستجواب هذا التحويل. تحويل الى استجواب. شكرا لك. رابعا،